يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. هذا عند الجمهور أن هذا الحديث فيه تفرقة بين الماء القليل والكثير. الماء القليل ما دون القلتين وخمس قرى، والماء الكثير القلتان فأكثر. فالقلتان فأكثر لا يتغيران إلا بالنجاسة، إذا تغيرت النجاسة الطعم أو اللون أو الريح خلاص ما سلبه الطهورية، وإلا لو وقعت فيه نجاسة ومات ولا غيرت ما تضر، لأنه يعني ماء كثير. هذا إذا كان أكثر من قلتين. أما إذا كان قلتان فأقل، هذا لو صب فيه قطرات من البول ينجس ولا يستعمل لأنه قليل. والصواب أنه لا فرق بين القليل والكثير، والعبرة بإيش؟ العبرة بتغيير النجاسة، إذا غيرته النجاسة طعمه ولونه وريحه، أو لونه طعمه ولونه وريحه تغير، وإلا فهو طهور. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا إذا تغير أحد أوصافه، فما دام أنه لم يتغير فهو طهور، ما في فرق بين القليل والكثير. والجمهور لا يفرقون، ما كان أكثر من القلتين قلتان فأكثر هذا لا يتأثر إلا إذا تغيرت النجاسة، وما كان دون القلتين هذا يتأثر بالنجاسة ولو ما تغير. وكذلك إذا توضأت به ما توضأ به مرة أخرى، وليس معنى تتوضأ به إنك تغترف منه، لو كان يغترف منه هذا ما في إشكال يغترف منه، لكن يتوضأ في وسطه مثلا، أو يتوضأ ويجمعه في مكان، أما كونه يأخذ بيده من الماء أو هذا ما في إشكال، يأخذه ولا يجمع قطرات هذا ما في إشكال، الماء الباقي لا يتأثر. الكلام إذا جمعت القطرات التي تتوضأ بها أو توضأت في نفس الماء، هل تتوضأ مرة أخرى أو لا تتوضأ؟ عند الجمهور ما تتوضأ مرة أخرى خلاص، إلا إذا كان أكثر من قلتين، لأنه استعمل في طهارة. وعند المحققين كشيخ الإسلام تتوضأ مرة أخرى وهو طهور وطاهر ولا فرق، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بالنجاسة.